عليا واحد الشركه بانني نكوميرساليزي لها واحد البرودوي ديال الماكياج. من هنا بدات الفكره ديال لا فورماسيون، بدات في 2007 و2007 درت اول ايكول بريفي ديال الماكياج في المغرب، وانا فخور بهذه القضيه هذه. دابا عندنا دي فورماسيون مثلا الهيرولوبين، الهيرولوبان اون فيت كيدير البوتوكس، كيدير ليفيت البوتوكس سونز انجيكسيون، يعني ما كاينش باقي ليباري. وهذا ولات عندنا هاد لا فورماسيون ولات ساهله جدا، نقدروا نعطيو واحد الفوليوم لليفغ للشفاه، ونقدر نعطيو الفوليوم ميم لي جو. وكاينه حاجه اخرى اللي كنشوف بانه لي كلينيك ديال التجميل في العالم ولاو كيعانيو منها. علاش؟ لان خرجت واحد لا تكنيك سميتها البلازما بان، اللي كتحيد لي غيد، كتحيد لي سيكاتريس، كتحيد دوك التجاعيد القويه، ولات كتحيدهم بواحد الطريقه سهله وموان شير. وكاينه حاجه اخرى اللي كتسمى ليفتين كولومبيا، هو تا هو واحد البوتوكس ديال لوكوغ. الا كنقولوا الهيرولوبين، الهيرولوبين يعني كيدير البوتوكس sur le visage, ou le lifting colombien qui dit le botox sur le corps ou le geste de la femme. Et donc, صراحه ولات هذه المساله ماشي الماكياج، مي هذا كيعني لي سوان. هادو سو سون دي سوان اللي تابعين الميتي او المهنه ديال الميك اب ارتست. بالنسبه للاحمر الشفاه الدائم اللي خدمت عليه قبيله، كتعتبر من الماكياج سمي بيرمانون اللي كيدوم من 6 شهور حتى العام. بالنسبه للمشكل اللي عند النساء اللي كيكونوا دائما كيديروا غوج على فخشاك جوغ، هذا كيخليهم على انهم يبقاو باحمر الشفاه طبيعي وكل يوم وما كيتمسحش. بالنسبه للالوان كاين درجات على حسب لون البشره، الا كانت سمراء بيان سي غادي نديروا لها الغوج، الا كانت بيضاء كنختاروا لها الغوز، ولا كنميلونجيو بيناتهم. بالنسبه للتقنيه كتزيد في الفوليوم ديال الفم، ولكن عندها دو جوغ الاولى من بعد كيرجع ليه في ناتوريل. المكياج يقدر يغنينا عن عمليه التجميل، بحكم ان المكياج فيه تصحيحي وتجميلي، يعني نقدروا نصغروا البلايص اللي بغينا ونكبروا البلايص اللي بغينا بواسطه الميك اب بدون ما نديروا عمليه تجميل. هنايا في اكاديمي ديال ساسان خديت القواعد اللي ما كنتش انا عارفاهم، كنت كندير الميك اب ولكن ما كانوش عندي القواعد. هنايا خديت القواعد وتعلمت بزاف ديال الحوايج ما عمري كنت عرفتهم. كاينين جوج ديال انواع دي فورماسيون بالنسبه لي بروفيسيونيل، كتكفيهم شهرين، شهرين. بالنسبه لي ديبيتونت ضروري دوز سيمون، ضروري تكون واحد سيمون، انك تبدا من الاول من الزيرو، المبادئ ديال الميك اب، ديال لا كومونيكاسيون، ديال الانفورماتيك حتى هي كنحاولوا نجيبوا احسن استاذ ديال الانفورماتيك اللي كاين في المغرب باش يسهل الماموريه ديال لو تريتمون ديماج او المونتاج فيديو اكسيتيرا. دونك تو سكي ديجيتال الحمد لله هذا الشيء غادي بواحد الوتيره قويه جدا. واللي كيفرحني هو البنيوتات اللي عندنا في الاكاديمي كي بيان سور افيك لا فولونتي تلقاو طريقهم ماشي في المغرب فقط، حتى في العالم. كنتمنى ان شاء الله نوصلوا لكاع داكشي اللي بغى هو يشوفنا، وان شاء الله نحمروا ليه وجهه، وان شاء الله نكونوا دي ميك اب ارتست انترناسيونال. ملي جيت عند عزيز ساسان استفدت منه بزاف وعلمني مزيان، وشفت لي باز، ولكن دابا كنحسن كنرتاحيت وكنشوف راسي انا احسن، ما بقيتش كان في داك الخوف اللي فيا مزيان، وكنتمنى بغيت انا نكون بحال لي ميك اب ارتست مشهورين. كنتمنى ان شاء الله نكون في المستوى ونوصل بوركوا با كنت انا ميك اب ارتست معروفه، بوركوا با كون حتى انا ان شاء الله سوكا بيوتي ان شاء الله.
نطمح حتى انا تكون عندي واحد لا مارك ديالي اللي نكون معروفه بها ان شاء الله. واخا معكم ايمان مؤدب ميك اب ارتست. ولكن المراه المغربيه لا يعلى عليها. كاين شي حاجه اخرى؟ لا لا والله الا المغربيات والله الا الثلاجه داكشي والله حتى الثلاجه السويد السويد كثر كاع شي سويد كثار والو والله الا المغربيات سبحان الله العظيم العرق عرق عرق في شكل عرقكم في شكل انتم والله الا كلشي كيقولها صراحه انا كنعترف بها ما عرفتش القيمه بالنسبه للاحمر الشفاه الدائم اللي خدمت عليه قبيله هو كي بالنسبة للأحمر الشفاه الدائم اللي وما تقويش في المجال مجال مجال أربعة المرات فهمتي مزيان مزيان انا هاري ودني تقلش ارجوني او التسويق الرقمي طارق صباح صباح شكون هو ها نقولوا لهم اسكتوا نقولوا لهم اسكتوا. بالنسبه للنساء اللي عندهم مشاكل اللي كيديروا دائما الغوج عليه في شاك جوغ كيتما من ضمن كيتت كيكون من ضمن شكي يا ربي واحد الكلمة كانت حافظة دابا كيكون كيتمثل لا كينضم هادي واعره هادي زويره والو فقت واحد الصباح ما كاين ما يدار كريت واحد الكراج ها هو تو بس هادي ديرها دخلت ما يدار صافي في نشأت